وحقيقة أقول لك الأمر لو الرئيس لم يؤسر خلال 6 أشهر المواضيع كلها تتغير. شلون؟ لأن الأمريكان بالضغط المقاومة عليهم بدأوا يتفاوضون مع الرئيس. يعني مو مباشر وجه لوجه، ولكن قبل الاعتقال. نعم بعد الاعتقال. لا قبل الاعتقال جرت مفاوضات غير مباشرة بين الأمريكان والرئيس. جرت مفاوضات عن طريق النائب عزة إبراهيم بين الأمريكان، وكان يقترح هو يطلب من الرئيس بأنه أني فتحت باب، أنت شنو اللي تقول، يعني شنو اللي تطلبه، يعني شنو متطلباتك حتى ننهي هاي الموضوع. لأن الضغط صار هائل، القتل على الأمريكان والعراقيين ويعرفوا العراقيين. فالرئيس قدامي طلب وكتب يتخلون الأمريكان عن كل آلياتهم وأسلحتهم، يتركوها بالعراق ويطلعون ملابسهم ويتحملون خراب العراق والعراقيين اللي قتلوا، كلهم يدفعون ثمنها، كلها يدفعون ثمنها. فأصر على هذا الموضوع. لهنا الموضوع يعني، بس لو باقي 6 أشهر ما أريد أقول لك سنة، 6 أشهر لو باقي الأمور تتغير 100% لغير صالح الأمريكان. نعم نعم، خروج الأمريكان. لو باقي الرئيس 6 أشهر. شقد عدد الناس اللي وردت أسماءهم بهذا السجل تقريبا؟ يعني هم كأشخاص رئيسيين. أي بالضبط. يعني عندنا محافظة مثلا الأنبار 2 مثلا رئيسيين. زين، عندك الديالة بهم 1 أو 2 هذول رئيسيين. شقد مجموعهم تقريبا؟ يعني بحدود 12 واحد. كلهم تم القاء القبض عليهم في ساعة صفر؟ إلا واحد، عبد الصمد الأغريري. أها، اللي هو كان في هيت. كان في هيت وعبر سوريا. أو أصلاً ما كان موجود يعني بالبيت من داهمه. أما الآخر، الشخص الآخر هو أعتقد اسمه خميس، أتذكره. اسمه خميس، اعتقل وتوفى بالمعتقل.